علي. ليش قلت للقاضي انه ما بدك تطلق؟ مو قلت لك امي؟ معناها بالاخير علي افندي حط عقله براسه. مو قال لك عدنان انه رح يحل هالموضوع؟ عدنان طلع قده وقدود، قال لي انت لا تشغلي بالك، تركي لي علي وانا رح اعرف كيف اتفاهم انا وياه، وبالاخر قدر يوفي بوعده. كل يوم عدنان عم يأكد لي انه القرار اللي اخذته كان صحيح وبمحله. فاطمة عملي لنا خروف محشي على العشاء. عدنان آغا بيحب هالأكلة. لتنجمع كل هالعيلة وننبسط بلقمة طيبة مع بعضنا. عزت من امبارح لليوم شو اللي تغير؟ عدنان هددك بشي؟ عزت اتركه لأخوك. ما بتركه ليحكي، لازم هلأ يقلي ليش رفض يطلقها لزهرة. شو اللي صار علي؟ عزت أنا وزهرة رح يجينا ولد. عزت لا تضرب أخوك، برضاي عليك اهدى، بصير تكسر بخاطر أخوك كرمال ناس غربة. لا أمي مانو غربة، ملك رح تصير مرتي قريبا. وزهرة رح تصير مثل بنتي. لا تحلم أنك تأخذها. زهرة تعي يلا لشوف على بيت جوزك. عدنان الله يوفقك لا تأخذها هلأ، خليها معي شوي. عدنان الله يوفقك. عدنان ملك بكفي بقى، زهرة مرت علي وكنة القصر، عنادك ما رح يفيدك أبدا. أمي خلاص تركيني. ظاهر إنه قد ما حاولنا وتعبنا هاد قدرنا، والقدر مستحيل يتغير. Düşlerimi töre çaldı gençliğimde gözüm kaldı içimdeki ince sızı. زهرة مع حق. تعرفي شو أصعب شيء؟ إنه هي كل مرة بتتأمل وبترجع بتخسر. من سابع المستحيلات تطالعيها من القصر. لا أنا ما رح أترك لكم إياها. زهرة يلا بنتي انزلي من السيارة فورا، ارجعي لعندي. زهرة رح لاقي طريقة تانية لخلصك، رح طالعك من هداك القصر، ما رح أتركك هنيك يا عمري، رح أخذك لعندي. بعدك إني رح طالعك من هنيك. أنت سويت عين العقل يا روحي. أنا كتير بحبك، بعدك إني ما رح أتركك هنيك، رح أخذك يا عمري. يلا أمشي. زهرة زهرة gözümdeki kan uykusu. ستي لورين رجعوا كلهم على القصر.
يا أهلا وسهلا بالآغا، جمعت عائلتنا ورجعت الكل على القصر. وإنتي نورتي بيتك يا زمرد. الله يطول بعمرك ويخليكي. وإنتي كنتنا فهمتي منيح هلأ أنه ما إلك طلعة أبداً من هالقصر؟ كثير عجبتني يا علي تصرفك بالمحكمة اليوم، فرحني لهيك سامحتك. شكراً ستي.